لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من المشاعر، هذا البرنامج الذي بدوره يسلط الأضواء والآراء لحجاج بيت الله الحرام، فأهلا وسهلا بكم. نلتقي أعزائي المشاهدين مع أحد الحجاج هنا في بيت الله الحرام، أهلا وسهلا بكم. بداية السلام عليكم. السلام عليكم. قاسم محمد بن سعيد. من فين؟ من الجزائر. متى وصلت هنا مكة؟ عندي تقريبا يوم 8 أيام. أسبوعين. نعم. جيت إلى أداء فريضة الحج؟ نعم زوجة الحج. لأول مرة تجي إلى الحج؟ لا هي أدي ولت ثلاث مرات، عمرة وحجتين. عمرة وحجتين. ودي حجتين الأب والأم. هذه حجة الأب والأم. الأب نعم. طيب كيف شايف الأجواء وكيف شايف الحج عندنا هنا؟ ما شاء الله يعني ما شاء الله يعني باستقبال يعني في كل مضرب في الحرم ولا في جدة ولا في كل مكان، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. طيب الحجة اللي قبل كذا كم كانت؟ قبل كم سنة؟ 1909. والحجة 2005 والعمرة 2005. يعني تقريبا قبل 6 أو 7 سنوات. لا 5 سنوات. طيب كيف آلية القدوم إلى المملكة؟ يعني تبدل يعني الجول بزيادة، تبدل يعني الجول بزيادة، البناء والتاريخ وما ما بزيادة. بزيادة يعني كان. ما شاء الله. جيتوا طيران طبعاً. طيران نعم. كم نعم. كان زمن الرحلة؟ الرحلة 6 سوايع غير سكدك. رحلة 6 سوايع مشيتها في السماء. كم؟ 6 سوايع في السماء. 6 ساعات تقريباً. نعم. أيوة. طيب من متى وأنت ناوي تجي للحج؟ من متى؟ من متى نجري؟ نويت الحج. نويت الحج؟ اي نعم. الحج يوم ان شاء الله يوم تروية ان شاء الله. لا بس من قبل متى نويت يعني؟ النية. النية. عقد النية. عقد النية نويت الاب والام يعني في اخر سنة في سنة خرجت. في سنة واحدة خرجت. اخترت نية الاب والام. رحمة بالله. اللهم امين. وليدي هما العزاز الام والاب. والحمد لله ادي حجة الام والاب. الله يتقبل منا منكم ان شاء الله باذن الله. حياك الله يا عم. نتواصل اعزائي المشاهدين مع لقاءاتنا هنا بجوار بيت الله الحرام، نتعرف على احد الزائرين هنا. محمد عبد الحميد. حياك الله. من مصر، من الشرقيه. من الشرقيه. من اي منطقه شرقيه؟ زازيك. مزازيك. نعم. طيب حدثني عن رحله القدوم الى الحج هنا. من قمت 15 يوم. اي ما شاء الله الحمد لله. متى نويت الحج؟ نوينا الحج من 15 يوم. اي بس من قبل يعني كان عندك ترتيبات ولا؟ لا الحمد لله. ايوه الحمد لله في تسيرات وكل شيء الحمد لله. طيب اول مره تحج ولا حجتك؟ اول مره الحمد لله. ايوه كيف شايف اجواء الحج هنا؟ والله ونعم. الله يعطي العافيه الملك والله. الله يعطيك العافيه. حمامات كثير ما شاء الله يعني ما تقول شيء. توسيعه ولا 50 فدان. الحمد لله يعني حاجه حلوه واول مره حاجه نشوفها صراحه. تيسيرات انفاق بازات تخش لغايه الفنادق يعني الحمد لله في تسيرات جامده 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 يعني ما عمرنا شفناها، كنا نسمع عليها في التلفزيون. حاليا لقيت اخذ باب شفناها على الطبيعه والحمد لله. طيب كم كلمه رحله الحج؟ مش كله، في حج قرعه وفي حج سياحه وفي حج جمعيات. انت جاي على اي حج يعني؟ حج قرعه. قرعه يعني الحمد لله. جاي فري مجاني يعني ولا؟ لا بتدفع حوالي 21,500. ايوه مش كله يعني 21,000 جنيه يعني تقريبا من السعوديه 10,000 تقريبا. ممكن الحمد لله. طيب المبلغ كان متوفر عندك ولا انت جمعته يعني؟ لا متوفر، جمعته من حوش من زمان. متحوش عن زمان الحج لنية الحج الحمد لله. ربنا يكتب لك الاجر ان شاء الله. بالنسبه للاهل جاي معاك ولا؟ لا ما فيش حد. وحدك يعني الحمد لله. طيب حدثني عن الزقازيق، ايش فيها الزقازيق يعني؟
مدينة بعد القاهرة 85 كيلو. أيوة. بعد القاهرة 85 كيلو. أيوة. مدينة زراعية أو صناعية، فيها مدينة العاشر من رمضان ومدينة أثرية وفيها خيول، خيول الشرقية. جميل. مشهورة على طول هي. حلو. ومدينة اقتصادية فيها مصانع وفيها كل شيء. طيب أنت قلت زراعية، إيش تزرعون؟ كل شيء. في زراعة وتشتري بها يعني؟ القمح. أيوة. والبرسيم والفول والذرة والبرس، كل شيء. طيب الصناعات، احنا تكلمنا عن الزراعة، تكلمنا عن الصناعة. فيها صناعات، صناعات السيراميك. أيوة. أي صناعات البلاستيك. أيوة. وصناعات الخزف. أي شيء صناعة في مدينة اسمها مدينة العاشر من رمضان دي بلدية مشهورة، فيها أكثر من 3000 مصنع. ما شاء الله. فيها ثلاث مناطق، منطقة أولى ومنطقة ثانية ومنطقة ثالثة، فمتوفر جميع الوسائل. طيب احنا تكلمنا عن عايزين نتكلم عن الحج، كيف شايف أجواء الحج هنا وكيف شايف تنظيمها؟ والله راحة جمدة. بالنسبة للحمامات كنا مش مصدقين، كنا نسمع يقول لك الحمامات ضيقة ضيقة ضيقة. ما فيش حمامات، لقيت ما شاء الله اكثر من 7-8000 حمام. الحمد لله، ربنا يكتب لكم الاجر ان شاء الله. حياك الله. نتواصل اعزائي المشاهدين اللقاء بكم ومع زوار بيت الله الحرام في مكه المكرمه هنا والمشاعر المقدسه. اهلا وسهلا بك اخي. اهلا بك اخي. حج مبروك، سعي مشكور ان شاء الله. مزمر مغفور ان شاء الله. حدثني عن اسمك، اسمك كريم. اسمي صابر حسن منتصر. نعم. صابر حسن منتصر، جمهوريه مصر العربيه دمياط، مركز كفر سعد. حياك الله. مركز الله يا. حدثني عن رحله القدوم الى الحج. انا حددت، انا الحمد لله رب العالمين مقدم بقالي سنتين ما شاء الله، والسنه الثالثه الحمد لله جالنا الحظ ان احنا نجي السنه عن طريق نظام القرعه. نعم. ايوه. والحمد لله رب العالمين، مبسوطين من الخدمات والحاجه فوق الخيال، الحمد لله رب العالمين. طيب عم صابر، صف لي شعورك اول ما طلعت القرعه. يعني شو اول ما طلعت القرعه؟ كانت فرحه كبيره جدا. فرحه كبيره طبعا، عشان زياره النبي عليه الصلاه والسلام والبيت الحرام. جاي لوحدك ولا مع الاهل؟ لا لوحدي. لوحدك. ايوه. طيب كم تكلف رحله الحج من مصر الى هنا تقريبا؟ كم تكلف؟ تكلف يعني بحوالي من 27,000 حاجه زي كده يعني. طيب بالنسبه للمبلغ كان موجود عندك ولا انت حوشت ولا تسلفت؟ الحمد لله. ايوه الحمد لله. يعني انت عامل حساب قدم بقالي سنتين. فالمبلغ متوفر على اساس. أيوة. الحج يعني في اي لحظه يطلع القرعه. أيوة. على طول. نعم. طيب جيت على طريق الطيران ولا الباخره؟ كم اخذت الرحله منك؟ ساعه ساعتين. ساعتين من القاهره لجده. أيوة. حوالي ساعتين الا ربع او 10 دقائق. ايوه ايوه. بس كانت رحله سعيده جدا. طيب انت قلت لي اول مره تجي الحج. لا انا حجيت سنه 90. سنه 90. يعني هذه ثاني مره يعني. اي ثاني مره. طيب شفت فرق في في فرق كبير جدا. فرق كبير في النظام وفي كل حاجه وفي الخدمات، خدمات عاليه جدا. طيب. ربنا يخلينا الحكومه السعوديه والامن برضو كمان الحمد لله رب العالمين. مم. والخدمات متوفره والحمد لله. طيب فرق من ناحيه المشاعر؟ تكلم عن مشاعر مرفوعه جدا. أيوه. الحمد لله رب العالمين. ايوه الحمد لله. احنا جينا امبارح، جينا عملنا العمره امبارح. أيوه. وتحللنا والنهارده قاعدين بقى في السكن، فجينا نصلي الظهر ونقعد في المسجد لما نصلي العشاء ونروح. زين، ربنا يكتب لكم الاجر ان شاء الله. الفرصه السعيده الاحسن اللي هتقابلنا بكم. ربنا يسهل ان شاء الله. تقبل منكم ان شاء الله صالح الاعمال ان شاء الله. حياك الله. شكرا جزيلا. نتواصل اعزائي المشاهدين مع احد الحجيجه هنا في مكه المكرمه. اهلا وسهلا بك. اتعرف عليك. دكتور السيد عبد العزيز احمد من جمهوريه مصر العربيه. حياك الله دكتور سيد. الله يكرمك. حدثني عن تواجدك هنا في مكه، وجودك هنا في فريضه من فرائض الاسلام وفريضه الحج. يعني الحمد لله الواحد سعيد جدا 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 ان هو جه طبعا بلاد الله الحرام، وانا اسعد قوي اكتر بالخدمه اللي الملك عبد الله واهل السعوديه قائمين عليها. ما شاء الله يعني ناس كلهم بركه فعلا، وناس كلهم اهل خير واهل جود. الناس يعني بتعمل كل ما في وسعها للحجيج ده امانه، وكل السبل متيسره، وحتى التعامل تعامل راقي فعلا. وفعلا يعني بلد الله الحرام يعني فيها هي خير البلاد وخير الشعوب ان شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى. لاول مره تاتي فريضه الحج؟ اول مره ان شاء الله اجي في الحج. عن طريق القرعه ولا عن طريق حمله ولا شنو؟ لا عن طريق القرعه ان شاء الله. طيب صف لي شعورك مجرد انه طلع اسمك في القرعه، ايش كان شعورك؟ والله الشعور الحمد لله كان طيب، والواحد كان بيتمناه من الله عز وجل. يعني بحس ان طبعا ان القلوب كلها مشتاقه، كفايه ان الواحد ببيت الله الحرام، كفايه ان الواحد في بيت ربنا الحرام سبحانه وتعالى، الصلاه ب 100,000 صلاه، وكفايه بس الحجر، وكفايه الكعبه، وكفايه الاراضي، وكفايه الشعب الطيب، الشعب السعودي. طبعا احنا الشعب السعودي هو الشعب المصري، اثنين اخوات متلازمين ما يسيبوا بعض ابدا، هم كفرد واحد بالظبط، قلب واحد ورب واحد وشعب واحد. وربنا يا رب يكرمنا
ويكرم مصر ويكرم الملك عبد الله ويكرم الرئيس بتاعنا ويكرم الجيش بتاعنا ويكرم الشعب السعودي. طيب من متى مقدم انت على الحج؟ انا مقدم للحج من حوالي بالضبط يعني شهرين، والقرعه بنت النتيجه بتاعتها من حوالي شهر. من حوالي شهر انا يعني اول مره مع كده. انا كنت مقدم عندي بعثه في وزاره الصحه عندنا تبع المنصوره وتبال حضرتك، فالحمد لله ما وفقتش فيها، ولكن سبحان الملك العظيم ربنا وفقنا في القرعه. واجمل حاجه فيها ان احنا يعني شفنا حضراتكم وشفنا الناس المحترمين اللي هنا وشفنا الخدمه الممتازه. لاول مره تدخل القرعه؟ اول مره يعني دعوه من الله عز وجل. في ناس ما شاء الله 5-6 سنوات 10 سنوات كل مره يقدم القرعه. هي بقى مش للحسابين، ده هي للموعدين واللي مكتوب لهم. الحمد لله. شعور الواحد بس كده لما كده بيخش يعني بيدخل البيت الحرام، فعلا ان خير ان اول بيت وضع للناس للذي ببكه مباركا فيه ايات بينات هدى ورحمه للعالمين. بيت ربنا سبحانه وتعالى تشوفه فعلا يجذب القلوب له، والواحد يشتاق ان هو يرجع له ثاني وثالث ورابع وما يشبعش منه خالص. ويعني ما شاء الله ان الواحد في سعاده، وحتى الناس اللي بره تعامل جميل وتعامل راقي، والخدمات متيسره يعني حتى في كل حاجه، في المطار وفي كل حته. الواحد حاسس ان هو فعلا بين اهله وبين ناسه وبين شعب طيب جدا. طيب. دكتور سيد، انت قلت لي انك دكتور، في اي مجال في الدكتوراه؟ انا خلصنا بكالوريوس طب وجراحه، واخد معاه ماجستير تحاليل طبيه في التحاليل الطبيه، والوقت نائب مدير مستشفى عندنا في المنصوره اسمها مستشفى تكرنس العين. يعني دكتوراه في الطب؟ دكتوراه. طيب بما انك دكتوراه في الطب، يعني دورك في الحج ايش يكون؟ يعني انصح بعض الاخوه الحجيج بلبس الكمامات عشان فيروسات الابيولا والفيروسات اللي بتتنقل عبر التنفس وعبر الهواء والكلام من دون. انصح برضك بعض الحجيج طبعا اللي يخلص من الاحرام بتاعه، طبعا النظافه البدنيه جامد جدا، ويحافظ لو في اي اعراض من اعراض البنز البرد، عطس، انفلونزا، سخونيه، التوجه الى اقرب منطقه صحيه بالمكان. واحنا شفنا ما شاء الله الحرم كله مناطق صحيه، والخدمه ممتازه جدا جدا وعلى اعلى مستوى، والناس ما شاء الله بتقابل الحجيج بطريقه جميله جدا، والتعبان بيعملوا كافه الاسعافات الاوليه. فانا يعني انصح اي حاج ان هو اي حاجه من الاعراض اللي انا قلت عليها، الصداع او البرد او السخونيه او الحراره او الرش كلام دون، التوجه الى اقرب منطقه صحيه لتجنب فيروس الابيولا. ربنا يكتب اجرك. طيب دخولك لمجال الطب يعني عن قناعه؟ طبعا عن قناعه وعن جد. انا دخلت الطب في كلام دون من سنه 99 بتقدير 97%، كان تقدير عالي بناء عن جوايا طموح وهدف انا عاوز احققه، هدف انا عاوز احققه وعاوز اوصله، والحمد لله بفضل الله عز وجل حققت الهدف، ودنيتي ماشي لحد خلصت الماجستير، ودنيتي ماشي خلصت لحد ما تعديت خطواته بقيت نائب مدير مستشفى. ده بفضل الله سبحانه وتعالى وكرم ربنا عز وجل. ربنا يكرمك ان شاء الله، تستاهل كل خير ان شاء الله. الله يكرمك معلم، حاج مبروش على مذكور ان شاء الله. الله يكرمك، وانا سعيد بيكم وسعيد بالقناه وسعيد باهل الحرم واهل السعوديه، الناس المحترمه اللي هي قابلت كل الحقيق بصدر رحب، وانا بشوف ما شاء الله خدمه فوق الممتازه مش حاجه ممتازه. شكرا جزيلا، شاكرين جدا جدا. الف سلامه. الى هنا اعزائي المشاهدين، ونصل واياكم الى ختام حلقتنا هذه، الى الملتقى باذن الله تعالى في حلقه قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم